البوظة العربية المشهورة من زمان في بلاد الشام ودمشق خاصة، رح نحضرها اليوم بأبسط طريقة. أكيد هي مش الطريقة الأصلية لتحضير البوظة أو الآيس كريم. بالبداية أنا بردت وعاء الخفق بالثلاجة لمدة ليلة كاملة، وكمان بردت كل مكونات الآيس كريم. بالبداية عندي باكيتين من القشطة، وزن الباكيت 200 جرام. أنا استخدمت القشطة الثقيلة، وبتقدروا تستخدموا أي نوع من القشطة اللي بدكم إياها، ولو مش متوفرة عندكم القشطة أو الثيك كريم بتقدروا تستخدموا بدالها كريمة الخفق السائلة الخاصة بالحلويات، وبتستخدموا كوبين. خفقت هالقشطة لمدة ربع ساعة كاملة على سرعة متوسطة تقريبا لحد ما تضاعف حجمها، صارت عندي كثيفة بهذا الشكل. هلأ القشطة صارت جاهزة. لما نبرد المكونات قبل بليلة بالتلاجة كتير رح تساعدنا بالخفق، ورح نحصل على نتيجة أفضل. هلأ ضفت نص معلقة صغيرة من المستكة المدقوقة مع السكر الناعم، وعندي هون علبة من الحليب المكثف المحلى أو الحليب المركز أو النسلة مثل ما بتسموه، ووزن هاي العلبة 350 جرام. ضفتها للقشطة وخفقت لمدة 5 دقايق لحد ما تجانس تماما وازدادت كثافة الخليط وحجمه. هيك صار عندي الخليط جاهز زي ما شايفين. شوفوا قد ايه كثافته وشكله كتير حلو، ريحته رائعة بالنسبة للمستكة. هلأ ضفت هون الفستق الحلبي المبروش، ضفت تقريبا ربع كوب، وخليت شوي لنضيفها على الوجه. هيك صارت الآيس كريم أو البوظة جاهزة. عندي هون وعاء قابل إنه يفوت على الفريزر، ويفضل إنه يكون مبسط عشان تجمد معي البوظة بسرعة. ضفت كل كمية البوظة أو الآيس كريم، ورشيت كمية الفستق الحلبي اللي ضايلة على الوجه، وحطيتها بالفريزر ليلة كاملة بدون تحريك ولا خفق ولا خلط ولا أي إشي. تاني يوم الصبح قدمت البوظة بهذا الشكل، وكانت كثافتها رائعة وطعمها مثالي وحلاوتها ممتازة جدا. تقدروا تضاعفوا المكونات لتحصلوا على كمية أكبر، وصحتين وألف هنا.